هذا وأسجل الستار في الرياض اليوم على فعالية المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجازي واستخدامي وتخزين الكربون الذي تم تنظيمه بشراكة بين الهيئة الوطنية البحرينية للنفط والغاز ووزارة الطاقة السعودية بدعم من شركة أرامكو السعودية والشركات النفطية البحرينية. المزيد من التفاصيل حول نتائج المؤتمر في تقرير مراسلنا من الرياض سامي الحمود. اختتمت في الرياض فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز واستخدام وتخزين الكربون الذي استمر لمدة يومين بتنظيم مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث أكد المشاركون على دور احتجاز واستخدام وتخزين الكربون في تمكين اقتصاد الكربون العالمي وإيجاد حلول مناسبة وواقعية. هذا المؤتمر يمثل أول مؤتمر عالمي في مجال حبس واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون واستخداماته، والحقيقة أن تعدى توقعاتنا للاهتمام العالمي، فوجدنا العدد أفاق الأعداد الأولية، والحمد لله استفدنا كثير من النقاش اللي سمعناه اليومين هذه في المؤتمر. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر عقد حلقات نقاشية شارك فيها كبريات الشركات المتخصصة في النفط واستخدامات ومعالجة الكربون، وتم خلالها طرح ومناقشة الحلول وتبادل الآراء لمعالجة الكربون ومواجهة التغيرات المناخية. بما أن منطقتنا العربية غنية بالنفط والغاز، فمسألة الانبعاث الكربوني أكيد تشكل نوع من الضغط على هذا على هذه الثروات، وبالتالي إيجاد الحلول الناجعة من أجل استدامة استعمال النفط والغاز راح مو فقط تعطي بلداننا الفرصة للاستدامة، ولكن للمحافظة على استمرارية قطاع الطاقة بدون أزمات. وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، كما تم طرح ومناقشة مجموعة من المشاريع والمبادرات للتقليل من الآثار السلبية لتغير المناخ. تعرفنا على كثير من الطرق لتحصيل هالانبعاثات الكربونية وكيف إعادة تدويرها وإعادة استخدامها في صناعاتنا النفطية والصناعات التحويلية بما يؤدي إلى المحافظة على البيئة، ومن ضمنها إعادة حقن هذه الانبعاثات في 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 حقول النفط واستخدامها للاستخدامات المثلى اللي تطبق وتتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في العالم. واستعرض المشاركون في المؤتمر الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن تدابير الاستجابة في التغير المناخي والسعي نحو نشر تكنولوجيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون وحماية مصالح وموارد البحرين من خلال منهجية اقتصاد الكربون الدائري. يعتبر هذا المؤتمر من أهم المحافل الدولية التي جمعت وزراء وقادة قطاع الطاقة من دول مجلس التعاون ومن أرجاء العالم، حيث ناقشت جلسات المؤتمر دور تقنيات استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه وكيفية الاستفادة من إمكانيات هذه التقنية. سامي الحمود لتلفزيون البحرين، الرياض.